النادي الزعيم عبد الناصر، دربت خالد الله يرحمه، دربت خالد كان لنا في نادي اليوبلس وكان كويس قوي قوي، وكان جنبي من خالد ابن الوزير القيسوني محمود القيسوني، كانوا اصحاب مع بعض يعني. خالد جه في مره هو عبد الحكيم وعبد الحميد داخلين الصاله وانا بدرب، انا في الصاله ما فيش الا انا في مصر بالحزام كان الاسود، فمحبك انا قوي، ما فيش حد يحط رجل على رجل، ما فيش الوزير مين قاعد، قصه بقى. فبصيت لقيت خالد داخل باللبانه وعبد الحميد بسندوتش وراهم الحارس بتاعهم طنطاوي، فداخلين قاموا الناس كلها اللعيبه كلها بصوا، انا مش واخد انا ظهري له، انا لقيت البص يا طب اهو ولاد عبد الناصر جم هنشوف الكابتن هيعمل ايه بقى، واحد بسندوتش. قلت لهم ايه ده؟ بره يا بابا في احترام هنا الملعب يعني. فراحوا عيطوا بقى وكانت قصه بقى والحاجه تحيه. فبقول لك الياور بتاعهم قال الرئيس عبد الناصر دخل يا تحيه فين الولاد فين خالد عبد الحميد؟ قالت لهم ده جوه بعيطوا جوه. قال ليه في ايه؟ قالوا بيقولوا الكابتن حسون طردهم بره النادي اليوبلس. قلت لهم لا بره لا، الملعب اقول رئيس الجمهوريه الزم حدودك منظم الشباب. فدخل لهم بقول لك عبد الناصر ده الياور اللي قال دخل عبد الناصر ايه يا خالد ايه الكابتن حسون ايه؟ قال له ده طردنا، قال له ضربك بالبرطوشه كمان يا اخي، فايه مش المدرب بتاعك؟ ده اللي حصل الياور اللي قال لي كده نفس الكلام. وكان ينبه عليهم دايما ما تقولوش احنا كده ولا كده وتتعالوا على حد وبتاع. فكان يعني صعيد من الصعيد الحلو الامامير يعني.